السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة. هذا الماء اللي جاي نشربه واللي هو متوفر لله الحمد والمنة. الأمير علي عليه السلام يقول: سيد الشراب في الدنيا والآخرة. لكن مثل ما تعرفون أحبائي المشاهدين، أنه جميع الأشياء بيها منفعة وبيها مضرة، وخصوصا كثرتها. أيضا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يقول عن الماء: صحة الجسد من قلة الطعام وقلة الماء. يعني هذا اللي يشوفونه جسده صحيح هو قليل الأكل والشرب حقيقة أحبائي المشاهدين. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقل شرب الماء صح بدنه. يعني اللي قلل من شرب الماء يشوفه بدنه صحيح مثل ما ذكرنا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لو أن الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم. الماء عصب الحياة، وهو مكون أساسي في أجسامنا، وله فوائد كثيرة، منها يعطي شعورا بالانتعاش، يعطي الطاقة، يخفض من الشعور بالجوع، يعزز التمثيل الغذائي، يحسن الأداء الرياضي، يعطي بشرة مشرقة، يحسن التركيز، يطرد السموم من الجسم، يحسن وظائف القلب. نعم أحبائي، هناك الكثير والكثير من الأحاديث التي رويت في الماء أو قيلت في الماء. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قال: من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة. يعني الله يسقي من شراب الجنة إن شاء الله اللي يتلذذ بالماء خصوصا. أيضا هناك أحد المؤمنين سأل الإمام أبا عبد الله عليه السلام عن طعم الماء، فقال: سل تفقها ولا تسل تعنتا. طعم الماء طعم الحياة، هذه مقولة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طعم الماء طعم الحياة. نسأل الله لكم التوفيق والسداد إن شاء الله، وصيام مقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.